بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت اليوم السبت الموافق 31/7/2021 السيارة المحملة بلحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية، وبها 4 طن من اللحوم، وبهذا يكون وصل للمديرية 6 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. السبت 31/7/2021 الدفعة الثانية لمديرية أوقاف الغربية من لحوم الأضاحي بإذن الله تبارك وتعالى، 4 طن بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 31/7/2021 تم وصول الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي بمحافظة الشرقية 4 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلت الآن السيارة رقم 3 محملة ب4 طن اليوم السبت الموافق 31/7/2021.